السلام عليكم، معاكم شادي العبادي، وهاي ثاني مرة بسجل هذا الفيديو لهذا الكتاب اللي هو مشكلة الشغل سامي عامي. وأمانة أنا ما كنتش بدي أعيد التسجيل، لأنه أمانة الفيديو الأولاني يا أخي كان كويس بشكل مش طبيعي، وحكيت كل النفسي فيه، وكان الموضوع مبين عفوي كمان، يعني كان فيديو ممتاز تمام. فهسه حجاب أسجل هذا الفيديو كمان مرة وآخر مرة، وححاول أحكي كلام يعني نوعا ما كنتش بالفيديو الاول عشان يكون الموضوع مبين عفوي شوي. طيب ندخل بالموضوع على طول. الكتاب اللي بدي احكي عنه اليوم هو مشكله الشغل الدكتور سامي عامري. للي ما بعرف، الدكتور سامي عامري هو شخص موسوعي مختص فيما يخص اظن النقد الكتابي، حسب ما بعرف يعني النقد الكتابي يعني بدرس المخطوطات تاعت الكتاب المقدس وهي الاشياء، بالذات هو اظن متخصص بالعهد الجديد اللي هو الإنجيل، ما علينا من الطويلة. فبدي أحكي يعني المختصر أنه هذا بني آدم موسوعي وعالم، يعني ممكن نحكي منه بنحكي عليه. المهم كتابه هذا مشكلة الشغل، أنا هذا الكتاب اشتريته قبل سنة وقرأته كمان، وأمانة أنا لما جبت هذا الكتاب كنت عن جد يعني مشكلة الشغل هاي كنت كثير يعني تعبان منها، وكانت تجيني افكار كثير مثلا ممكن الاسلام مثلا يطلع غلط عشان مثلا مشكله الشر هاي. طبعا هسه ما عنديش هاي المشكله، بس زمان كانت موجوده عندي بشكل كبير كثير. المهم يعني اول ما قرات الكتاب اول ما السنه اللي فاتت، امانه وبصراحه وبحكيها انه الكتاب ما فادنيش نهائيا امانه، يعني لما انا قراته. والسبب راجع انه انا مطلع الى حد كبير بالثقافات او بلاش الثقافات، الاديان، ومطلع على الافكار تاعيتهم فيما يخص موضوع الشر او فكرة الشر في الاديان، ومطلع بعضه على بعض الافكار الفلسفية. لانه للي ما بعرف مشكلة الشر حكى عنها فلاسفة، حكت عنها اديان، بل انبنت اديان بسبب مشكلة الشر، زي مثلا البوذية. بوذا لما طلع هو اصلا في الاميركان، وطلع لانه شاف الشاه وكذا، وبالاخر طلع بموضوع اللي هو التناسخ او النافانا مش عارف شو اسمها هاي. فبدي احكي هنا كمختصر انه في اديان انبنت، في فلاسفه حكوا على الموضوع، يعني الموضوع مش صغير. هذا اللي بدي احكيه يعني. مهم الدكتور سامي بهذا الكتاب المفروض انه كان بده يناقش الملحدين والمسلمين، انا هذا اللي فهمته يعني، لانه هو دائما باكثر من فيديو له قال انه لازم كملحد مثلا انك تشوف هذا كتب تقرأهم عشان مثلا تقدر تناقشنا ماد على واحد من الملحدين. المهم ما عندنا بالطويله. طيب ليش الكتاب ما عجبني اول ما قرأته؟ بسبب اولا اني حسيت الكتاب كثير موجه مش للملحدين، موجه للمسلمين بزياده. يعني اذا انت مسلم الكتاب ممكن يحل لك المشكله، لانه بس اعتمد على المفهوم الإسلامي لمشكلة الشر. هسا مشكلة الشر بالنسبة للإسلام مش موجودة، يعني أوضحها. إحنا بهذا العالم أو موجودين على هذا الكوكب لأنه ربنا بده يختبرنا عشان يدخلنا مثلا جنة أو نار تمام لهون، وعشان نعبد. هسا كل إشي بصير معك هو من باب خلينا نحكي التكليف أو الاختبار تاعك بهالدنيا. فأي إشي لازم يصير لك لازم تضل تحكي الحمد لله، او هذا يعني يعني هاي هي ابسط طريقه ممكن اختصار لك الفكره تاعيت الاسلام على الموضوع. فممكن نحكي انه ما في شر فعليا في العالم في الاسلام، يعني ممكن نحكي انه هاي المشكله من وجهه نظر الاسلاميه مش موجوده تمام لهنا. ولكن الدكتور سامي بالكتاب تاعه للاسف ما اكتفى بس انه يحكي لك مثلا هاي وجهه نظر الاسلام، انه الاسلام بيقول لك انه ما في شر، واحنا مثلا بعالم تكليفي، او احنا هنا لازم ما. حتى انا اظن، بس بصراحه مش متاكد من هالموضوع 100%، بس انا متذكر انه لما قرات الكتاب كان في بواحده من الصفحات قال انه هو الاله مثلا خلق الكون، فهو له الحق بانه يوديه ويجيبه، او مثلا يخليه مثلا ان شاء الله 100% او كويس 100%. طبعا هسه حيجي لي واحد يقول لي طيب يا شادي ايش المشكله طيب لما يجيب المفهوم الاسلامي؟ حقول لك وين المشكله. هسه نفرض انا ملحد مثلا، اجي قال لي، طبعا اعوذ بالله من الالحاد، قال لي مثلا ان بدي احل لك مشكله الشر، قلت له تفضل. قال لي والله كتابي انا بيحكي ما في شر. طبعا انا شو استفدت هيك من الموضوع؟ ما استفدتش شيء. او مثلا سامي عامة مثلا بالكتاب برضه عرض لك شغله ثانيه، بقول لك انت اصلا كملحد او شخص مثلا ما عنده دين ما بطلع لك اصلا تعترض على موضوع الشر، وهذا غلط امانه. ليش؟
هسه مثلا لما تحكي مثلا شخص لديني، انت ما عندك مثلا بس واحد منكر للاله، لا عندك ربوبي بيامن بوجود طاقه او اله ما حسب كل واحد عاد شو بيامن، عندك الملحد الايجابي اللي بيلحد 100%، عندك اللا اكتراثي، عندك الاجنوستيك. الاجنوستيك هو لا ادري اظن، والله ما عارف. المهم يعني اللي بدي احكيه هنا انه في كثير اطياف في موضوع اللادينيه، ما بصيرش تيجي تحكي لي لا كلكم واحد، غلط هذا الموضوع. كل واحد له تفكيره، حتى موضوع الربوبية كل واحد بيآمن بإله شكل أو في تصور إله مختلف عن الثاني، فهذا اللي بدي أحكيه هون. هسا نفترض جدلا أنا ملحد وأجالي مثلا سامي بيقول لي أنت ما بطلع لك تعترض مشكلة الشر، ممكن أرد عليه وأقول له أنا بآمن بإله، هذا الإله خلاني أميز بين الخير والشر، هاي خلص خلصت الموضوع. وبعدين موضوع إنه ربط الأخلاق بالدين، هاي أمانة أنا ضدها 100%. نعم أظن إنه صعب إنك تدافع عن الأخلاق بدون دين، هذا إشي أنا متفق معك فيه، لأنه هسه الأخلاق ما مش من هذا العالم، هي إشي مش خلينا نحكي مادي، بل هي إشي متافيزيقي. طب هذا كلام كبير، هذا بنحكيه بعدين في فيديو ثاني إن شاء الله. بس سامي إيش اللي سواه؟ بقول لك أنت كملحد ما بصيرش تعترض، وهذا غلط أمانة. أو مثلا أنت كملحد بصيرش مثلا تعترض على داعش وما داعش والفلام الهندية هاي، طب هذا برضه غلط. ليش؟ ممكن زي ما حكيت هسه، ممكن واحد ملحد يقول لك انا بآمن بإله، هذا الإله حط فيه مثلا معرفة الخير والشر، خلصت. او مثلا ممكن ملحد مثلا او بلاش ملحد، او انا كشادي يعني شخصيا لما تقول لي مثلا الملحد عنده اخلاق، وده حقول لك لا عنده اخلاق. ليش يا شادي؟ بسبب التراكم التجربة الإنسانية، يعني قبل 60-70 سنة كان جدي وجدك مثلا يشوفوا شغلات احنا يوم نشوفها غلط هم بيشوفوها صح. في مثلا موضوع مثلا القتل لما كانوا زمان، هذا بمصر الموضوع اظن حد هسه موجود، انه اذا واحد مثلا قتلك لازم ابنك ياخذ حقه، فاهمين علي هذا الموضوع؟ يعني هاي الاشياء متخلفة كانت موجودة زمان، تمام؟ هسه مش موجودة. ليش؟ لانه الانسان مع الوقت بفهم انه هذا الموضوع غلط فببطله. بعضه كمان المجتمع بيأثر على الموضوع، فلحد هسه لحد اليوم في بعض القبائل الافريقية بتشوف مثلا انه انك تقتل بنت مثلا، او مثلا بنت تتزوج 70 واحد، هذا اشي صحيح، فهم علي كيف؟ اما في المجتمعات الراقية مثلا، نحكي مثلا الدول مثلا تعيتنا اليوم، اغلبها بتشوف هاي الشغلات غلط. ليش؟ مش بس عشان الدين مع انه هو مسبب، بل عشان هم تقدموا وفهموا انه هذا الاشي غلط، وهذا الموضوع مثلا بيضار البنت. فموضوع انك تربط الاخلاق بس بالدين هذا انا شايفه غلط. غير كبعضه بالدين نفسه ما في نحكي ويجي واحد للأخلاق، يعني هسا مثلا في بعض الشيعة مثلا مع احترامي لهم بيشوفوا مثلا المتعة صح، بيشوفوا مثلا انه موضوع صحيح 100%، واذا سألتهم هذا الموضوع اخلاقي ولا، هيقول لك اخلاقي. لما طوع واحد سني هيقول لك لا مش اخلاقي. طب ما انتوا الاثنين على نفس الدين، فهم علي كيف؟ يعني حتى الدين نفسه ونفس النصوص ممكن تعمل منظومة اخلاق مختلفة، فبزبطش انك تحكمني بس للاخلاق او الدين. يا بتكون هاي الشغله وصلت، مع اني انا متاكد 100% ان الموضوع هذا كبير كثير وبده شرح، يعني اليوم الشرح في مؤلفات انكتبت فيه. فهاي مشكلتي الثانيه مع انه ربط الاخلاق بس بالدين وهذا غلط. مشكلتي الاولى برضو انه اجي قال لك انه انت مثلا ملحد فبطلع الكاش تعترض على هالموضوع. طب انت جاوبني على الموضوع، لا تتركني زي كذا وتقول لي بس منظومتي الاسلاميه بتقول لي هذا. طب انا مش شاك انه المنظومه مثلا 100% صحيحه، طب هذا كلام زمان هسه انا ما امن فيها. فهي اعتراضاتي على الكتاب، يعني عندي كثير اعتراضات بصراحه على الكتاب، بس هذول اكبر نقطتين واركز عليهم بالكتاب. طيب نيجي هسه على الشغلات اللي انا متفق مع سامي فيها. اولا موضوع انك تقدرش تنفي وجود الاله بس عشان موضوع الشر، انا متفق معه. ممكن عادي نحكي مثلا انه الاله مثلا مش كويس بس موجود، لانه مستحيل كيف نحكيها تشيل المسبب الاول، فاهمين علي كيف؟ لازم يكون في مسبب اول، فصعب انك تشيله بس عشان مشكله الشر. طب ممكن عادي نحكي مثلا في اله مثلا مش كويس واضرب هالموضوع مثلا، يعني طبعا صفاء الله العظيم، طبعا ممكن نحكي زي كذا. وممكن بعض ايش كمان يعني بدي احكينا ما بتنفي وجود اله، انا هذا اللي بدي احكي، هذا انا مع سامي فيها. بس بعضه الاله الاسلامي ما بنتفي، لانه موضوع الشر فيها مش موجوده، ولكن في الهه ثانيه واديان ثانيه
موضوع الشرب فيه، زي مثلا نفترض هسه مثلا في دين من هالاديان بيحكي لك انه كل اشي خيار مثلا، يعني هذا الاله انتفى لانه كل شيء شرب، هذا مثلا يعني. طبعا اله الاسلام ما بنتفاش لانه كامل الحكمه كامل القطب كامل 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 في هاي الاشياء كلها، فصعب انك تنفي بهاي الشبهه. فانا متفق معاه بموضوع انه ما بتقدرش تنفي الاله. ثاني اشي موضوع الالم، يعني احنا كبشر مثلا ما كناش استوعبنا انه هذا الاشي صح او خيار مثلا، او انه هذا الاشي جميل او حلو، غير لما شفنا انه في خلينا نحكي الم. يعني نفترض جدلا هسه انت بمكان حلو وهيك خضار كله وشجر وشلالات نازلة والمكان جميل يعني حلو كثير، بنفس هذا الجمال كله انت اذا ظلت عايش بهذا المكان حظل تشوفه حلو بس مش هتستوعب انه حلو. كيف اشرح لكم يعني؟ كل شيء صح كل شيء حلو، لما انت شفت انه في عيب صغير كثير بهذا المكان استوعبت انه هذا المكان كويس، بس هاي المنطقة هذا الموضوع مخاب الموضوع. وصلت كيف؟ فهاي النقطة انا برضو متفق معها فيها انه بدون الم او بدون مثلا نحكي شوية شا مثلا مش هتستوعب الخان، هاي معها فيها. طيب طبعا هو حكى كثير كلام كمان بالكتاب، الكتاب امانه كبير. طبعا انا قراته بالاول، اول مره لما قراته ما اقتنعت بالكلام اللي حكى امانه بصراحه، يعني قراته ايبت انا والله ما عارف، قراته قبل سنتين ولا سنه لما قراته الفتره هاي عشان سبب كورونا وما كورونا مره ثانيه. ممكن احكي انه الكتاب كويس، الكتاب فعلا وفي مراجع كثير وفي افكار كثير عجبتني، ولكن لحد هسه انا مش مقتنع فيه 100%، ولكن ما بقدر اني انفي كل اشي بالكتاب. الكتاب كويس بس انا ما اقتنعت بكل الطروحات اللي فيه، وانا على فكرة سامي عامة ما بحبه بس بعترف انه موسوعي وبعترف انه برضو عالم. على كل حال باخر الفيديو انا امانة بنصح بالكتاب بالذات اذا كانت عندك مشكلة الشعر، بس امانة اذا كنت مثلا شخص لديني بنصح كاشفي بصراحة يعني، لانه بس اذا كنت يعني حاب تطلع يعني مثلا على منظور الاسلام او وجهات النظر مثلا مختلفة فجيبه، ولكن اذا كنت مثلا شخص بده حل 100% للموضوع ما اظنش انه حيفيدك، او هاي وجهة نظر الشخصية ممكن يفيدك. اذا كنت مسلم بنصحك فيه اكيد لانه جدا كويس، وهو على فكرة مش غالي وكمان مش كبير كثير 200 صفحة فبنصح فيه. ولو بدي اعطيه تقييم حاعطيه 8 من 10 لانه عن جد كان كويس وماجعه وكل هاي الاشياء كانت كويسة كثير، واسلوبه برضو كان كويس بالطاح مع اني كنت ازهق احيانا بس برضو اسلوبه كويس. طيب وهون وصلنا لآخر الفيديو. إذا كنت قرأت إشي لسامي عامة أو قرأت هذا الكتاب مشكلة الشعر أتمنى تحكي لي بالتعليقات عشان نحكي مع بعض ونتناقش شوي في الموضوع، أو بلاش نتناقش أنا بس حابب أقرأ شو بدك تحكي. وإذا قرأت إشي لسامي عامة شو قرأت له؟ وبس يلا سلام.